ضمننا كمان الكابتن عاصم حماد المدير الفني لفريق النادي الاهلي. كابتن عاصم برحب بيك في البدايه وان شاء الله موفق في هذه البطوله، حاملين اللقب وكان ذكريات جميله جدا في المغرب مع الفريق. كيف ترى هذه البطوله بعد القرعه وبتشوف البطوله ازاي يا كابتن عاصم؟ بص، طبعا حاجه عظيمه جدا للنادي الاهلي ان هو يخش سباق تنظيم بطوله من حوالي 27 سنه زي ما كانوا بيتكلموا. ذكريات قديمه جدا من ساعه ما نظم الاهلي البطوله القديمه من 27 سنه، سواء ايام كنا لعيبه وبعد كده بقينا مدربين ومدربين فنيين وكده. وبالتالي هي كمان جت تنظيم البطوله في وقت فيه جيل بتاع النادي الاهلي محقق بطولات افريقيه من حوالي 25 سنه، محقق لغايه دلوقتي 3 4 بطولات افريقيه وكده وسوبر قبل كده. وبالتالي حاجه بالنسبه للجيل ده حاجه مميزه، حاجه بالنسبه للنادي الاهلي عظيمه زي ما هو النادي دايما عظيم في كل حاجه بياخد قرارها يعني. بالتالي هو عظمته في ان هو يعمل البطوله دي بعد المده دي كلها. الاعظم ان شاء الله مشيئة الرحمن، ربنا يكرم الجميع ان شاء الله ويوفقنا انا وفريقي في مباراه السوبر وفي بطوله افريقيا ان شاء الله. انا عارف انت بتعد بشكل جيد جدا يا كابتن عاصم بالنسبه للفرق المشاركه وبتقرا مره واثنين وثلاثه، شايف المشاركات المره دي وعدد الفرق المشاركه، شايف الفرص بشكل عام بالنسبه للبطوله شايفها ازاي يا كابتن عاصم؟ لا الحمد لله بطوله افريقيه يعني دايما انت عارف دايما المنافسه يعني هي دايما بتبقى شمال افريقي اللي هي الجزائر مصر تونس، انما دلوقتي بقت المنافسه في الانديه الافريقيه نظرا لان الجزائر ما بتشتركش مصر وتونس وبيجي من بعيد شويه وداد سمارة المغربي، بيجي فرقه جي اس كي فرقه كويسه، فرقه فابي كاميروني وكده، انما هو فرقه اليوبليز داخله كمان. انما احنا ان شاء الله مشيئة الرحمن يعني بنظام البطوله دي كده احنا ان شاء الله لو مشيت الامور عادي هيبقى السيمي فاينل ما بيننا وما بين النجم الساحلي، والناحيه الثانيه لو مشيت الامور زي في يعني في نظامها العادي يبقى احنا ان شاء الله هنقابل النجم الساحلي في السيمي فاينل ان شاء الله. توفيق يا كابتن عاصم، ان شاء الله نبارك لك بعد البطوله باذن الله. شكرا، ربنا يخليك، تسلم.